الرحمن الرحيم. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم نادينا على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ جبنا نص كيلو لحمه اهو، هنعمل ايه؟ صينيه فته ان شاء الله كده، ماشي. دي ميه سخنتها، هدي اللحمه صدمه كده فيها عشان ايه؟ ما تبقى ايه يعني، ما يبقاش ليها ريمه كده، وما تبقاش الريمه بتاعتها معكره، تبقى صافيه كده. ماشي، اعملها واحط لها ايه توابل، وهقطع لها بصلايه وطايه، وهنا ربنا يصلح الحال ان شاء الله. انت بس هتاخد الميه هتغلي فيها. بص الميه منظرها عامل ازاي، هتغلي فيها بس كده، وهشيلها من الميه ديت وهرجع لكم تاني. ازاي هطلع بقى اللحمه منها؟ بس منظرها مش حلو خالص. فلفل وتوابل وبصل، نحط عليها اللحم بقى ونقلبها عشان كده ايه منكوش الحتة عندك زي البصلات وكده. حظنا الله على أمرك الدهر، والله كل شيء بس كده دي هنا وخلاص. سبع بقرات، يلا ما حرمتش من حاجة. ايه رايكم في دي حلقة؟ صح؟ شمت بكرة؟ ولا ما شمت ده؟ لا ما شاء الله، لا ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. لما تستوي هوريكم بقى واحدة بواحدة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
نقلب كده بالثومه بالسمنه البلدي البوتاجاز مش عاجبه الباب. هي الفتة بتاعت العيش ابو رز واللحمة. اقلب كده كده بقى ايه هشيلها وهحط حبتين تاني اللي هعملهم بالخل بالخل والثوم كلهم برزقوا التغيير شوية كده شوية كده شوية وربنا المستعان. نكمل بالعمل مستوى نقطع اللي نحط لها حبه الخل ممكن نحط لها حبه ايه شطه حبه خل البسيطه انا حاطه طاقه في الشطه على فكره شكلها سريع تديها ريحه بس نحط لها حبه الشطه بس كده زودها بقى خل ونحط لها ايه شوربة ونحطها هنا على العيش دوت كده ونحط بقى ايه الرز معاك واحدة بواحدة ان شاء الله نحط ايه الخل عشان الخل بيوصل الضغط بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي هي الشربة الخل والثوم كده نحط عليه ايه الرز والصلصة
الرز وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معانا بألف هنا وشوفة. اتفضلوا بقى ايه معانا. اللهم زد وبارك. اللهم دم علينا ما خص من الزوال. وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يستر لنا. ربنا يستر لكم الامور ورؤمة هنية بألف هنا وشوفة لليات واللي شاف واللي قال واللي وكله. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. واتفضلوا افطروا معانا النهارده. كل سنة وانتم طيبين. ونقول لكم ايه نترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.